مستمر معكم جون 2015 بيبر 2 اللي اصبحت لاحقا بيبر 3. والسؤال الثالث بي من منهج الكور منهج يير 9 يعتبر يا جماعة تكملة للسؤال الثالث بس في درس تاني. بيقول لي the student tips his chair back to the position shown. الولد رجع بالكرسي لورا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده, وده center of mass الولد. Explain why the chair will topple over backwards. You may draw on figure 3-2 as part of your answer. بيقول لي الواد ده هيقع. فاكسبلين لي. انا اقول لك تعالى الاول نعرف امتى الولد يقع وامتى الولد ما يقعش. بصوا يا جماعه الجزئيه دي كده هي البيز او الاريا اوف البيز. هو البيز الفعليه هو الرجلين دول تمام, بس الحته دي تعتبر الاريا اوف البيز. لايه؟ لان ما دام دي بيز ودي بيز يبقى الحته اللي بينهم تعتبر من ضمن البيز هي كمان مع انها هواء. امتى الجسم يقع؟ لو نزلنا خط فيرتيكال من السنتر اوف ماس كان اوت اوف ذا بيز يبقى الجسم ده هيقع. شايفين يا جماعه اهو ده السنتر اوف ماس بتاع الولد. بننزل خط كده, الخط ده هو الويت يا جماعه, الخط ده هو الويت تمام. دي وكان الارض بتشدني في هذا الاتجاه على طول كده يا جماعه. لو السنتر اوف ماس او الخط الفيرتيكال فروم السنتر اوف ماس is vertically out of the base, خرج بره البيز ما تقطعش. يعني افرض السنتر اوف ماس كانت هنا, لا يبقى كده تقاطع مع البيز اهي تمام. انما لا ده vertically out of the base يبقى الراجل ده يا جماعه مش هيقع تمام. فبيقول لي vertical line through center of mass is outside the base area of the chair, فبالتالي الولد ده هيقع. ولو عايز طبعا ترسمها له ترسم له كده وكده. الراجل بيكلمني vertical line through center of mass drawn or explain, لان هو قال لك you may draw, ما قالكش انك لازم تدرو. center of mass outside base area of chair او beyond back leg of chair, اي حاجه من الحاجات دي هتؤدي واجب. ده سؤال center of mass جميل جدا جدا التابع لدرس المومنتس.